السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم عبد العزيز من قناة ماه انترتينمنت. اليوم رجعنا لكم موقع جديد لفيفا، نجرب فيه طور الفولتا، بالتحديد طور الأركيد. خليكم مع المقطع، لا تنسى الاشتراك واللايك والشير. شوفوا المقطع مع بعض. زين شباب، مثل ما تشوفون احنا في الفولتا نجرب الأركيد، نجرب إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله، تستعون في المقطع. أوكي، زين حلو. شوفوا هاي اللعبة الأولى، تيمين، اثنين ضد اثنين، أتوقع على تمريرة تدخل. المهم نشوف. اثنين ضد اثنين اللعبة هاي، إن شاء الله نبدأ فيها. أوكي، أنا الفريق الـ A ضد الفريق الـ B. شكله هذا بشكل ما يلعب. السالفة اي والله الفقير، انا ربيعي وهذاك ربيع ما يلعب. يا سلام، استوت الخايسة. ها شفتوا، كل ما نوصل الكرة للمكان المطلوب تنصبغ الارض بهذا، او كل ما نحافظ على الكرة بعد تنصبغ الارض بفريق بلون الفريق. أول جولة خسرنا يا الربع، أول جولة خسرنا، أو أول لعبة مش أول جولة، أول جولة، أول لعبة خسرنا يا الربع، أول لعبة خسرنا، سبت. شوف اللعبة اللي بعدها، إن شاء الله كل واحد روحه. الحين تسجل، بيحطون كل واحد ضد، الحين كل واحد روحه، الحين كل واحد بروحه يسجل. سجل على الجول اللي على لونه، فاهمين؟ اوكي، ان شاء الله الحين بتوضح الصورة، الحين بتوضح في اللعب. سي بي يو، في اثنين طلعوا، الاثنين اللي كانوا واقفين يتمسخرون طلعوا. يلا نشوف. يلا يا سلام يا سلام، فزنا في هاللعبة، فزنا في هاللعبة، حلوين. يا سلام، يعطونا ألف نقطة.
اوكي الثاني حلو حلو حلو. اوكي هتوقع لازم شوت الجدار، لازم تسدد بسرعة عشان ما يتم اقصائك. تم تسدد، كل ما يدورك لازم تسدد على الجدار، كل ما يدورك تسدد على الجدار عشان ما يقصونك من اللعبة. شوفوا اللعبة بتفهمها، ندري شيء شرح بيض. اشوفه الحين دوري انا المفروض اسدد، لان الكرة عليها باللون الاحمر. لا ما انحسبت، لا لا لا، تم اقصائي. تم اقصائه. شو فيها؟ لا شكل اللعبة فيها شيء. الحين هاي الاثنين قاموا صح، شوفوا السي بي يو قام صح. اقصى. اوكي الجولة الثانية. اوكي مشت يلا. خرب على خرب على الازرق، خرب على الازرق، خرب على الازرق، خرب على الازرق. يلا خرب على الاصفر، خرب على الاصفر. ايزي 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 ايزي، فزنا في هاللعبة الآن. يا سلام حلوين. احنا مفروض انا الاول بالطريقة، انا الاول. يا سلام يا سلام، ما تعويض عن اللعبة الاولى. شوف اللي بعدها شو راح تكون، شو راح تكون. اوكي هاي تصبغ الأرضية على لونك. والله بشبهه. يا سلام يا سلام. لا لا جيمي، ان شاء الله جيمي يا رب جيمي. طيب بنفسجي حاول. فزنا فزنا في اللعب اللي بعدها. يا سلام الحين ثلاث انتصارات، خسارة واحدة. حلو حلو. حلو انتصرنا الحمد لله. خلصت الالعاب. اوكي حلو. لا يبالي يبالي جيم ثاني، يبالي جيم ثاني، يبالي جيم ثاني. اوه هاي اللعبة انا ابغى العبها الصراحة، اللي هي تنس بس بالقدم. الفريق اللي وصل 10 نقاط طول هو الفايز. اوكي يلا بسم الله بسم الله. فريق ايه؟ معي الكمبيوتر. يا سلام فلاحنا ان شاء الله. حرفيا اللي وياي بوت، حرفيا. يلا النقطة الأولى. لا النقطة الأولى لا. سلام والله مبدع ما شاء الله على هذا اللي لعب. ها النقطة الأولى. حلو حلو حلو. يلا يلا اوي. يا سلام النقطة الثانية. حلوين حلوين حلوين. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة. يا سلام لا ما انحسبت. اوكي مو مشكلة يلا العب. يا
سلام يا سلام يا سلام يا سلام الفن داخل. ايوه فنان الكمبيوتر فنان الخصم. روح اوه يتريد يتريد يتريد. اوكي اوكي حلو حلو. لا لا الكمبيوتر انبد. انا مضيع. اوكي لا لا حماس حماس. اللعبة حلو اللعبة حلو. يلا اوكي. واي واي الكمبيوتر. سلام صراحة السي بي يو فنان فنان. فزنا حلو. ألف نقطة. حلو حلو حلو. اليوم الأول فزنا فيه بفضل السي بي يو الصراحة. هاي شو قم بصوبة الأهداف عند ظهورها لتربح النقاط. ابحث عن المجسمات الذهبية. أوكي هاي تشوت يعني باختصار تقعد تشوت. اي يعني شدد. لا شوف حسيت انه في غلط. توقع. لا اوكي ايوه هذيله هذيله. الحين يا سلام يا سلام. اي اي طيبه قومي كورتي. اول اسجل على هذا الذهبي. اخ يلا 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 قنا قنا قنا. يا سلام ألف نقطة على الذهبي. حلو حلو. بعدين نقطة هذا اجمع هالأزرق. لا بس افتح مستحيل تجينا. شوف بعدين اه والله نقطة عليها. معك حلوة زينة شاطر عزوز. يا سلام عليك عزوز يا سلام عليك عزوز. ليش الشطر غبي عزوز. اه داري 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 داري. بابا انا ورد جداني عايز اشوف فيك وزعلان انك تخسر في الالتر تيم يا ابن الف. والله انا جدامه بجد طيبه. اوكي حلو حلو. والف اي خلاص بس فيك والف. والله ما شاء الله عليه السي بي يو بدا. من فاز؟ اوه انا. حلو حلو انتصارين ورا بعض. حلو حلو. فنان يا صديقي يا فنان. والله انك مبدع يا صديقي. هذا وفزنا الجولة. لا لا خلاص ان شاء الله. ابداع ابداع الصراحة والله. صار الثالث على التوالي. ثلاث رعاة ثلاث انتصارات. نايس. ليش
هذا كله ينزل سايت. لا لا انا بعتها غباء. لا يا مشكلة جوست جيمر فاز. اوكي يلا حلو حلو نايس جيم جي جي. نعم نعم يا عزيزي نعم نعم انتصرنا انتصرنا. بس والله يا اخوان هذا كان مقطعنا اليوم. لا تنسى الاشتراك واللايك والشير ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمة. السلام عليكم.